كاترينا، دانيال، ساندي، أسماء لذكور وإناث تحولت لأسماء عصيرة وعواصف، فلماذا يحدث ذلك؟ ومن يختار هذه الأسماء للكوارث الطبيعية؟ ببساطة، كانت العصير من قبل تسمى بأسماء العوام التي حدثت فيها، مثل عصار عام 1898 في أمريكا، أو بأسماء قديسين، مثل عصار سانت بول وإعصار سانت لويس. ولكن قبل الحرب العالمية الأولى، خرج عالم أرصاد أسترالي يدعى كليمنت راج وأطلق على العصير أسماء البرلمانيين الذين كانوا يرفضون التصويت على منح قروض لتمويل أبحاث الأرصاد الجوية. ومنذ ذلك الوقت، والعصير تسمى من قبل علماء الأرصاد إما بأسماء زوجاتهم أو أبنائهم، أو حتى بعضهم كان يسميها بأسماء أشخاص يكرههم. والإعصار دانيال الذي ضرب ليبيا مؤخرا أطلقت عليه هذا الاسم خدمات الأرصاد الجوية الوطنية في جنوب شرق أوروبا.